الحقيقة أنه أصعب شغل إن الواحد يأخذ قرار إنه يغير حياته. فأخذت القرار السنة الماضية بالشهر العاشر، أجي أنا وأهلي على إسطنبول. طبعاً ظروف الحياة بسوريا كانت كثير بالفترة الأخيرة صعبة. بال 2015 أحضرت معي حقيبة صغيرة وفيها بعض اللباس الخاص بي، يعني شغلات يعني، ولوحتين والعود طبعاً فقط. أنا جيت لإسطنبول بأواخر 2011 تقريباً. جبت ابني الكبير وسيم، تخرج علوم فندقية وسياحية، فقلنا للمستقبل يعني بلكي للعمل، هذا بيلاقي مجال للعمل مستقبلياً، يعني بسبب الظروف اللي كانت عايشتها سوريا، كانت ببداية الأمر. فطلعت وقعدنا ببورصة، بمدينة بورصة، اضطريت ارجع انزل لسوريا وطالع زوجتي وابني باسل. وقفت له جامعته، ابني باسل الأصغر هو بسنة تانية كان كلية العلوم إحصاء رياضي. يعني قلت يعني الأقرب والبلد اللي قريبة لنا هي منحبها، يعني نحن بالتواصل الفني مع تركيا كتير قريبين لتركيا، وأنا بحب الموسيقى التركية. طبعا نحن كيف بدي أقول لك، مقتبسين منه شغلات ومقتبسين مننا شغلات، نتطرق يعني بالموسيقى. فمحبتي لهالقصة قلنا بلكي بيكون المستقبل للأولاد ولحياتنا بيكون أفضل بسبب تأزم بسوريا. هاتنا من جديد حفده مها دوازده ده حزار وده ده بود عيني روجاك وبو عزيزي لتونسي خوشاوطان وبشتي وقف وقت بيج البهارة عربي عرب سبرينج ده سبيكر أوجي هلبت، يعني حر كسي في سوري زانبو وتشتك ببه تنكار تشتكي بآفرين تنكار خيالك فره بيك بينا يا خونك خواه بيك بينا. وأجي يك جوان كسامبو كومت خواست از تشني تشيكم، يعني هاتنا مني جيانة دوه واته يك جير هبه معنى يك جير هبه، ما أو تشي سوري ندي جبروي از ربيان. اسطنبول هلا صار لنا سنه وشهر تقريبا. كتير كان قرار سريع اخذنا مصياف، كان الوضع كتير صعب من ناحيه المعيشه، ومصياف غلى كتير اكثر من اي منطقه، كونه لهلا مدينه سالمه من بعض امور ما فيها حرب. يعني الشغل كان صعب كتير، كان في ضغط، يعني نلاقي اشياء ممكن كنت درس طلاب بمعاهد بالروضه بس كله ما كان يكفي، يعني قد ما حاول الواحد يشتغل كان الوضع كتير صعب. هلا بداية جيتنا على اسطنبول حاولت أكثر من مرة، عملت حفلة أنا أول ما أجيت أنا وأختي، أختي بتغني على الشارع على التقسيم، تعرفت على موسيقيين حاولت إنه أعزف معهم، عزفت تقريبا شيء أسبوع، عزفت بمقاهي بمطاعم، غنيت لحالي، جربت الموضوع، يعني جربت كل شيء له علاقة بالفن بالشارع أو بالكافتيريا أو بال، يعني هي ما جربناها بسوريا. العزف بالشارع نحن عنا مفهوم بسوريا مختلف عن بتركيا أو بأوروبا، إنه العزف بالشارع فينا نسمي ما يقارب إنه عم نشحذ يعني أو مثل الفقير يعني أعطونا، بس يمكن هون بتركيا وبأوروبا مفهوم مختلف. وأنا بإسطنبول طبعا أصدقائي موجودين بإسطنبول وعمال بيشتغلوا بالشارع، طرحوا علي الفكرة أنه شاركهم. بالبداية ما لقيت القصة، بعد أنا ما طلعت تقاعد وقلت بالنسبة لعمري يعني أنا ما كتير، قلت ما معقول يعني أنا
معقول انه انا اعزف بالشارع يعني، لانه الفكره ببلدنا ما كثير وارد يعني، ما 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 معقول اعملها ولا حدا عملها بالشارع ببلدنا. فشجعوني كثير الشباب، وانا عملت مثل تيست يعني، نزلت معهم بروفا يعني بالبدايات انه يعني حاول اتقبل القصه. فبعد التجربه اللي عملتها ولقيت الناس يعني اغلب الناس اللي حضرونا كثير يعني عجبهم حضوري، ما بعرف كيف القصه انه على عمري او حضوري او طريقه عزفي يعني هيك، لقيت بوجوه الناس تقبلوها كثير يعني. انا الناس عم تتقبلنا ان كان طبعا عرب او ان كان اجانب، وحتى المواطنين الاتراك كثير عمال بيبصوا لاني قلت لك عم نحاول في بعض الاغاني عم نحاول نقولها، هي في منها ميكس من شيء عربي شيء تركي، بالاضافه للون الطربي، اللون الطربي نحن اللي عم نقدمه الحلبي يعني، اغلب الناس عم بيحبوه بالشيء اللي عمال بنقدمه، والحمد لله الحمد لله. المشكله اللي عمال بنعانيها من خلال عملنا، قلت الناس عمال بتتقبلنا، بس الضابطه يعني عم بتحاول او مو عم بتحاول، ما بعرف، بنريد انه يكون رعايه اكثر، ما عم بتخلينا نمارس عملنا بالشارع، وللاسف انه ما في عندنا مجال ثاني. كل عمرنا يعني نسمع البابا والماما أغاني فيروز، عبد الوهاب، أم كلثوم، وديع الصافي، كان هيك الجو دائما بالبيت، ماما كل عمرها بتغني. بعدين قدمت على الكلية وبلشت صداقة من نوع مختلف يعني بيناتنا، بأنه نقعد ونعزف سوا ونتمرن ونسجل أغاني، كتير كانت تعمل فرح بسيط يعني رغم كل الظروف اللي كنا نعيشها. فأجمل شيء هي وقت اللي إنه صار في إلي رفيقة أنا بقعد أنا وياها منغني، صارت حتى جماعاتنا مع رفقاتنا وأصدقائنا عم تاخد شكل كتير حلو، إنه نجتمع منغني كلياتنا. هلأ ممكن بيجي ناس من سوريا بيجوا لعنا زيارة مثلا قبل ما يسافروا لبرا، فبنقعد بنعمل أعداد كتير حلوة غنائية على العود على الجيتار، واللي بيقدر يعزف كمان بيعزف بيشاركنا يعني. فلا دايما نحن ما بنقدر أصلا نعيش إلا بهالطريقة أنا وسديم. درج الأيام عم يمشي فينا، تمشي الأيام وتبعد فينا، واللي بيلاق ما بقى يلاق، والعمر ساعة درج وقت مگوش برد دخوازم هم از بخوین موسیقیل استانبوله خوشاکل ورهی محمد بیتمز علی کاریان مکر کو از موسیقولوژی بخوینم مسیری لیدا و از قبول بوم برید دس سالا سالو نیوه که بهتر هم بیشن کار من به موسیقیان سوری راحتن دست پیکر لسر رپرتوار آوان از مجور بوم لسر روش آوان، لسر پسیکولوژی آوان، لسر آفراندن آوان اب پرس مجوان کرن کرد وکو موزیسیان لسوری خواه نکار بو به حسانیه که پیشکش بکه از موزیسیانم بهتر درفت این موزیسیانیه لدروی سوری چه دبون جوان حاچو بو، خوشناف تیلو بو، او کسی که اوناو نیدن جیهنه البت او کسی که چون دروه وک او ناسنامه خواه موزیکی کارو بون به دست بخن لواک کرده که سوری که به موزیسیان گله که زوره. او آستنگیاجی از لی راست هاتم گاوه من لی کلینا خواه موزیسیان سوری چه کرن. او موزیسیان سوری ای کرد لکنه چاوانه. پسیکولوژی کرده هیه که یعنی پیرتین بروشا که لور بن پیرتین بخلکه که درن جمعان بوان رتین.
هلبت او امبيج نوستالجيكا جبو ولاد جبو جيوار الجم حركسي هي لي خو غريب ناحسبينن خلك بكوبي ولاد ببي ناسنامه به او ابجي هم عاليه وي اريني هم عاليه وي نينيجي يعني بوزيتيف جي وهم جي نيجاتيف يعني ناسنامه خو هم يعني دبكو بي ون ذاكرن هم جي تقارب حركه سيره بجي ودرباس بكو موسيقى شيك وهر ور جبروي موسيسيان كردي سوري لتركيا تشل اسطنبول بشل باجار دن ب بهتر نخو يعني دلكورين امن بموسيسيان سوري ر تشكي بالا مكشان مروفي موسيسيان جمروفي دني نم موسيسيان بهتر با افانتاج كو تكليه ب جواكر بك جبر دريا موسيقى رد قارة خبقين كسا أول ما جيت على اسطنبول بالشهر العاشر و11 و12 تقريبا ثلاث شهور يعني بس مساح العود ودوزن ما قدرت ما في حالة انسجام وتكررت عندي حالي هلا خلال الفترة يعني كل شهرين أو ثلاثة بتجي معي حالة غريبة من نوعها أنه ما فيني أعزف ما في حالة سلطني أبدا بالسوريا كان عندي مقطوعات عملتها لكن أكثر عم يعني في حالة دائما مخاض ما خلصت القطعة بسبب بعض الظروف حاليا بإسطنبول أول ما أجيت بعد ثلاثة شهور الانقطاع وأكثر يعني بلشت صار عندي هيك نوع من الهدوء قليلا صار يمكن بلش اشتغل الحنين للبلد فصرت كتبت قطعتين غنائيات عن حلب وعن بعض المناطق شفت كتير إمكانيات أو سوريات بالضبط يعني مغنيات أو عازفات كتير عم بيكون قليل وما في إلهم كتير وجود على الساحة يعني حصل ممكن شفنا حفل أو حفلين للسوريين كانوا كلهم فرق زلم أو دبكة أو شباب عم بيكونوا من هذا النوع أو بالطرقات في كتير إلي أصدقاء بيطلعوا بيغنوا بالطريق كمان أغلبهم رجال يعني أنا وماما كتير كنا متحمسين لفكرة إنه نطلع نغني بالطريق نجرب هاي الحالة لأن هي تجربة يعني بحد ذاتها تجربة كتير مهمة وحلوة كان شوي صعب موضوع الحجم برا يعني المدينة كبيرة والصوت رح يكون كتير ضعيف بدنا جهاز صوت هذا شوي عركس لنا الأمور بس الفكرة كانت كتير حلوة إنه نجربها نصورها شوي يصير في حركة بهذا الاتجاه يعني ما نلاقي كتير صعوبة لا نحن أو غيرنا بأنه نطلع خصوصي بالنسبة لبنات إنه يطلعوا يغنوا وينشروا كتير شيء حلو يعني طبعا صار التقيت بكذا شخص من رفقاتي بالكلية كانوا موجودين هون باسطنبول بس المشكلة انه اغلب السوريين اللي عم بيكونوا هون عم دائما هدفهم يطلعوا يكفوا على اوروبا فما عم بتصير غير لقاءات كتير بسيطة ما عم بصير اي مشروع دائم يعني نقدر نشتغل فيه بس ما عدا سهرات وهيك شغلات ما في شيء كتير واعد يعني كله بده السفر كله ما عم يقدر يلتزم بشغل غير انه المدينة كبيرة يعني لقاءات عم تكون صعبة احيانا أول ما أجينا على اسطنبول كنا مقررين نبقى باسطنبول يعني نحنا كان عنا فكرة بسوريا اسطنبول تركيا بيضل بلد حضاري أكثر من يعني في حريات في عندك مساحات بأنك تشتغل وفعلا أجينا على اسطنبول شوي شوي في شغلات بلشت تتغير هي نظرة كتير مشرقة كنا أخذينها ومتفائلة صارت تنكسر شوي شوي ده لكلنا خوي بري صالوني وكم شاكر بسوريا ره يكجي برصاء أبو تتخوازه لتركيا بمينن لا تتخوازه هره پره کسا ایک ودگوت ام دخوازه بمینن مش موزیقا ترکیه حزده کر جبره ده لما خوابن ما لسف چون نمان یعنی جبره از دبیجم برسفدانا و مثلا و سوری لترکی بمینن آن نمینن اوا روش روشه تیگو هرتن پرچه هری گرینگ هری مزن ام بیجن جه حاطن آمنی ترکیه موزیک بو ومتخصص از التركي بمينم يعني تخوني مني دن تنبون كو ازهر اوروبا يا درك دن
لي مخاب من دوان صالة داويدة يعني وهينجي يعني أزدخوازم بمينم هكا روش باشتر ببا لي قال لك تشتانا ناهي لنكوازمكم يعني أزدنارم لدردور عمن برهفال تركجي دخوازم جو تركي دركبن يعني كاسكي كو بخوازل تركي بمينم نماية وأجي يعني كو دست بلي كورينة خاتكم وقميناك أزبدم من لکولین اکشکر از شوم گلگ بازاره متخصص از به بالافره به طیاره هرم یعنی بو شاکه هرم ل از وقت یکی سوری دو ل بالافرگه دو ازنه جم بخو ازن بمره به ازن جرد به سیاحت ازنه یه هر یکی سوری دو هر ویدر خش بوتش بازاره که هر بازاره کدین ابو خا کلمی یعنی از خاولو تنگ ده حسنم یعنی از بيت حسم ازهات نسر بستم ده تفقر اخده ايدي بمنجي زوره ازنا يكزانا پوشمان دبم چما قاواره يا بوتا بلمه ده آوه ده ده اگه ده آن ده دريا سپيره هبو چما از در نكتم نهاجي ريهاتم اگرتم لأو يكزارا تيم نظام او وقت بي روح حال بردوام بك احتمال هي از در كهوم يعني والدرت فاتك اتقرم كو در كهوم الإسطنبول هلأ في حلم أو أمل إنه أقدر إني أوصل ل يعني نعمل شوية موسيقى اللي كانت من تراثنا أو من شغلي الخاص مع موسيقيين يعني هي أهم وأبسط لغة هي لغة الموسيقى فأنا من أحد طموحاتي هاي الشغلة إني أعمل أورينتال ميوزيك أو حوار حضارات ثقافية موسيقية كثير بتقرب بين السوريين وأنا بساهم بالموضوع طبعاً بتقرب بين الثقافات بتساعد السوريين يفهموا الأتراك أكثر الأتراك يفهمونا نحن بدنا الأتراك يفهمونا فلغة الموسيقى هي لغة بسيطة وجميلة وبتضمن قاطعة يعني اللون السوري والتركي هو بالأساس اللون الغنائي تقريباً واحد يختلف في الستايل أو الهنك المقام يعني أو الأبعاد السلمية لكن في كثير أغاني متقاطعة بتفاجئ الأتراك لحد لأنه إنه في هاي أغنية سورية ولا أغنية من عنا وهكذا إلى آخره في كثير فأنا طموحي إنه نعمل تمازج ندور على نقاط مشتركة ونفعلها فهي لغة الموسيقى وأبسط لغة في العالم المستقبل يعني لا أحد يعلم ما هو المستقبل يعني صار السوري يعني مثل أيام الفلسطيني يعني شغلي صار شغلي مزعج يعني إنه عدد كبير من السوريين طلعوا بحكي عن المستقبل هاي المستقبل ما حدا بيعرفه بالنسبة للي كانوا بأوروبا أو بإسطنبول أو بتركيا بشكل عام أنا ما يعني ما بريد أطلع لخارج إسطنبول يعني غادر إسطنبول لأي بلد لأي شيء تاني لا 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 ما عندي الفكرة يا ريت إذا كان إذا وجدت الرعاية بالتعاون مع أغلب أصدقائنا الموسيقيين الموجودين بإسطنبول السوريين ممكن نعمل نشاطات ممكن نعمل مهرجانات نتعاون مع بعضنا ممكن مع أصدقائنا الأتراك في كتير من موسيقين الأتراك عازفين فيولون عازفين كمان أو أي آلة تانية حابين نشارك بعضنا يعني نعمل ميكس بين الموسيقى التركية والموسيقى العربية يا ريت بتمنى يعني هذا بيكون من 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 اروع الاعمال يعني اللي ما صارت شغله اخيره احب احكيها انه نحن في شويه حاله تشتت وهذا شيء طبيعي بالنسبه لكل الناس المغتربين وانا واحد منهم ضريبه الغربه يعني هي بسموها وبنفس المقابل الى ايجابيات بعدين راح تظهر الثقافة الجديدة اللي عم نتاخدها أو اللغة الجديدة هي كتير شغلة مهمة بحياتنا تعرف على ثقافات الآخرين ضريبة الأساسي أنه نحن نتعذب شوي مع كل هذا نحن صابرين ولا يوجد لدينا خيار غير سوى الصبر والصبر الجميل